نروح لتشكيله الفرق. ماشي، ايه التشكيل المتوقع نادي الزمالك؟ بص، على تشكيله الزمالك بنسبه 90% متوقع للشارع الكروي وجمهور نادي الزمالك، بتمثل في محمد عواد حارس المرمى، عبد الغني على يمينه، محمد المسلوسي على شماله، حسام عبد المجيد باك رايت. انا وجهه نظري هتبقى ما بين نيمار وعمر جابر، بس غالبا بنسبه 60-40 ممكن نيمار. طبعا فتوح ناحيه الشمال عايش حاله كويسه جدا. نص الملعب هيبقى روقه، الراجل بياخد ثقه الراجل وماشي بشكل كويس جدا. امام عاشور، زكريا الوردي، وهيبقى زيزو تحت سيف الجزير. ده التشكيل المتوقع لنادي الزمالك واللي انا حاسه، وده سيستم طريقه اللعب الراجل اللي هو دايما عاوز يعمل كثافه في نص الملعب ويقدر يستحوذ على نص الملعب ويقدر يطلع على حته زيزو، سرعات زيزو، سرعات سيف الجزير، اختراقات فتوح من ناحيه الشمال ونيمار من ناحيه اليمين، مع تكمله امام عاشور دايما في في في, في جوه البوكس، وبيكمل كافير والتاني في ظهر سيف الجزيري، او حته الشوتنج اللي بيشوطها من بره ال 18. فده التشكيل المتوقع لنادي الزمالك بنسبه كبيره جدا جدا يعني. طب بالنسبه للنادي الاهلي، كولر هيستقر على مين؟ انا بشوف ان الراجل عامل مثبت تشكيل، مثبت تشكيل بشكل كبير جدا في الدفاع كمان، في الدفاع، ومش عارفين حاله عبد المنعم هتبقى عامله ازاي النهارده، سواء هيبدا او لسه مش هيبدا. لكن انا بشوف لو حتى هيغير عبد المنعم، هو هيلعب مكانه لعيب نفس بيلعب بنفس المواصفات، هيدرز قوي سريع، ممكن يلعب مكانه ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم في الحته دي، لان هنا ما ينفعش يبقى اثنين في الظهر لعيبه كوره، لازم واحد يبقى بيخبط زي ما بنتكلم على الونش كده، وجنبه لازم واحد يكون بيلعب كوره بيقدر يطلع بكوره كويس. فده اللي بيعمله محمود متولي. محمود متولي بيقدر يطلع بكوره من تحت، خصوصا المركز محمود متولي كديفندر، اساسه ديفندر، لكن في الحته حته بتاع خط الضهر بيقدر يطلع بالكوره كويس. فهنا ممكن يدي لياسر لو في حاله عبد المنعم ما يبقاش موجود، لان ياسر في الكوره العاليه كويس، من اللعيبه الرجاله اللي بتخبط عندها روح. مع ان ناحيه الشمال هيفضل مثبت طبعا علي معلول، والناحيه الثانيه اكرم توفيق. في نص الملعب هيلعب حمدي، وهيلعب جنبه السوليه، وهنا السوليه حمدي دايما بيثبت، حمدي دايما بيثبت وليه فوائد كبيره جدا حتى في الكور الثابته. هيدرز كويس، التحاماته كويسه، بيقدر يعمل حتى الستاره في نص الملعب، كفر ورا الناس، بيدي اريحيه حتى سواء لما كان ديانج بيلعب او السوليه بيلعب، بيدي له اريحيه في حته الهجوم، بيقدر يغطي على اطراف الملعب سواء من ناحيه اليمين او الشمال، لكن بيميل ناحيه الشمال شويه في الزياده بتاعت علي معلول. بيلعب برونو سافيو، وهنا الراجل بيلعب برونو على قفشه، يعني بيلعب برونو لان لسه صفقه جديده والراجل بيأدي بشكل جيد، بيقدر يعمل حلقه الوصل بين نص الملعب والفرق. مع مفتاح لعب طبعا كطاهر ناحيه اليمين، والناحيه الثانيه عبد القادر، وهيبدا